انا بحس بعد تنزل هاي الحلقه راح نشتاق لكثير موظفين. تعال شوف مهند. مهند كيف حالك؟ اهلا اهلا مهند. لو صرت مدير لمده ساعه شو اول شيء بتعمله؟ راح اعطي مكافاه لمين؟ للموظفين كلهم. كلهم. طيب بشرى، بما انه احنا ما بنسمع صوتك ولا بنسمع ضحكتك ولا بنعرف عنك اي شيء، مين اكثر حدا بضحكك بالشغل؟ دارين ورغد. دارين احكي معها شوي. فرط الضحك. حمزه كيف حالك؟ هلا والله. حمزه اخوي عادة تقعد جنبي عشان اعرف اسالك. قاعد. انت قاعد؟ ما شاء الله. تفضل اسال. استنى شوي. اخوي بس بدي اسالك. يعني انت لما تعطي لحدا تاسك وما يسويه شو بتعمل فيه؟ ولا شيء، برجع بعطيه اياه مره ثانيه. متاكد؟ يس. ما بتستعمل العنف؟ لا لا، العنف مش كويس. ابدا؟ صراحة. متاكد؟ يعني شوي. النبي قد وجهي. السلام عليكم. حاسس في اجتماع مهم. بس انا بدي اقطعه. ابو جويد، لو كنت مكان الاتش ار لمدة يوم شو بتعمل؟ بروحك. لأنك ليش؟ راسنا وبتقطع الاجتماعات. بسيطة، كله اجتماع. يعني هذا بصراحة رأيي. مي، عاد أسألك سؤال. تفضل. مي، ليش حوض السمك ما فيه سمك؟ ماتوا. ماتوا؟